الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة، برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بكم في موزايك. إنها ليلة الفرح، ليلة مختلفة في صعيد مصر، مجتمع يتنفس بالعادات والتقاليد التي ترسخت منذ قديم الأزل. طقوس تفيض بالبهجة تحملها الشوارع الضيقة في القرى البعيدة، تفوح منها رائحة التراث حتى وإن اختلطت بمراسم عصرية. تهتز الشوارع برقصات البنات والزغاريد العالية، وتمتد الموائد لكل الضيوف، وتتقاسم النساء قطع الحنة البرتقالية بينما يلعب الشباب لعبة التحطيب. إنها ليلة العمر، قد تختلف التفاصيل من قرية لأخرى ولكنها نفس الروح بألوان مختلفة. العادات والتقاليد هي الموروث الثقافي الوحيد الذي ينطبق على جميع الطبقات، خاصة في الصعيد. الغني والفقير بيمتلكوا نفس الثقافة تقريبا، وبيحاولوا ان هم يدافعوا عنها الى حد التقديس. عادات التقاليد في جنوب الصعيد مميزة جدا، وخاصة يمكن موضوع الزواج من اهم المناسبات اللي بيكون لها تقاليد وعادات خاصة جدا. الاستاذ محمود الشنقرابي الفنان التشكيلي والباحث في التراث هيحاول يلقي الضوء على هذه الموروثات الثقافية في الصعيد الخاصة بالزواج. برحب بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. نتكلم على الزواج، ويمكن دي من أهم المناسبات الاجتماعية اللي بتكون فيها موضوع العادات والتقاليد واضح جدا. لو نتكلم على العادات والتقاليد الخاصة بالزواج في أسوان مثلا، حضرتك تحب تبدأ من فين؟ والزواج طبعا من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية. احنا تكلمنا قبل كده عن الإبداع المعماري للجنوب، لأن أي طائر أو أي مخلوق أو أي حيوان عشان يتزوج لازم الأول يعمل العش بتاعه، وإذا كان حيوان يجهز الجحر بتاعه، فالإنسان بيجهز بيته، فجهز بيته هيبتدي الوقت إيه اللي يخش على الزواج. فالزواج بيبدأ بإيه؟ بيبدأ الأول بالاختيار. وزمان ما كانتش المرأة تظهر للراجل زي ما هو دلوقت حاليا في المجتمع الموجود حاليا المفتوح شوية، حتى لو كان في صلة قرابة بينه وبينها، فهو طبعا يشوفها فين؟ في الغابة. الوحوش بتستنى طرائدها فين؟ عند النبع، لأنه ما فيش أي طريدة أو حيوان مش حيروح عند النهر عشان يشرب، فبالتالي النساء بيروحوا للنهر عشان يعبوا المية ويشربوا. فهنا بيبتدي الشباب يروح ناحية النبع عشان يشوف البنت اللي هو عايز يختارها.
في الناس اللي هي كانت في الأول بتعبي من بالجرار من النيل، بعد كده في الناس اللي هي بتعبي من أبار موجودة في بعض البيوت، بعد كده في فترة الخمسينيات مجلس المدينة عمل حاجة اسمها الحنفية الكبيرة اللي هي بتبقى في الميادين، الحنفية العمومية، وبيبقى لها كشك كده أخضر بيبقى فيه رجل موجود من تبع المجلس، فبيعبوا من الأشخاص اللي هم عايزين يعبوا من الأهالي، والناس اللي هي بتأجر شقة عشان يعبي لها. وكان تعبية الثلاث قرب بتاعت الشقة بتعريفة، فبيشوف العريس البنت اللي هو حيختارها في مكان المع، سواء كان النيل او المكان او مكان الحنفيه العموميه. بيبقى يعني اسرع رساله هي الرساله اللي بتبقى ما بين نظره الرجل للمراه ونظره المراه للرجل، هي بتبقى فاهمه رسالته وهو بيبقى فاهم الرد منها ايه، فبيبقى عارف وحاسس انها هي اذا كان في منها قبول او ما فيش. بعد كده بيبتدي يفاتح امه، هي الأقرب شوية منه من أبوه، أمه بتبقى كمان قريبة من النساء اللي زيها، فالأم بتروح تفاتح أم البنت، وممكن تكون البنت دي بنت عمه ولا بنت خاله من نفس عيلته وقريبته بالدرجة الأولى يعني. فالموافقة الأولى وجس النبض بيتاخد الأول ما بين الابن لأمه والأم لأم الفتاة، أم العروسة. عندما اتخذت الموافقة وتعرف أن في وفاق، بيبتدي أن هم يعرضوا الأمر على الرجل اللي هو أبو العروسة وأبو العريس. بعد ما بتتم الموافقة المبدئية على أنه خلاص احنا موافقين عليه بالنسبة للمكان اللي هو حيقيم فيه، بالنسبة لوظيفته اللي هو بيشتغلها، بيبقى في حاجة اسمها الزيارة الأولى للاتفاق. بيروح نفر من أهل العريس، الأب والأم وأخواته وحد من عمه، يعني عدد بسيط ومحدود، بيروحوا عند بيت العروسة، بيتكلموا في التفاصيل إنه هو حيكون شغال إيه، حيقدر يعني وظيفة ثابتة ولا متحركة يعني موسمية. وبيبقى غالبا الزواج في الفترة دي عبارة عن غرفة في بيت أهل العريس، طالما هو نوى على الزواج بيجهزوا له غرفة وبيقعد مع أهله. ولذلك في الأول كان الزواج موفق لأن في بساطة، وفي انه لو حصل اي مشكله بين الرجل ومراته كزواج حديث بيتحاشوها بسرعه، هو موجود مع اهله. وفي بعض القرى عندنا هنا في اسوان زي مثلا قرى ابو الريش والخطاره والمناطق اللي زي دي، بيعدوا مكان الزوجيه في بيتهم للرجل، يعني العروسة في منزل العروسة، وهي دي أخطر فترة، هي الفترة الأولى اللي هي بيحصل فيها المشاكل واللي بيحصل فيها الطلاق واللي هو بنشوفه في الوقت الحالي. فالأم والأب في البيت بيحاولوا إن هم يحتضنوا الرجل والأسرة الصغيرة ويرعوهم ويمسكوا لهم المواليد بتاعتهم الصغيرة، فمن هنا ما بيحسوش يكون في تماسك في الأسرة، يعني ما بيبقاش في الأسرة الصغيرة دي تنعزل وتنفرد بنفسها، ويبقى في ما فيش العائلة الكبيرة ما تبقاش متماسكة. ما هو العائلة الكبيرة متماسكة ليه؟ متماسكة لأن الابن مثلا بيشتغل، بيبقى ممكن معاه أخوه تاني شغال وبرضه متجوز في البيت، بكلهم دول بيروحوا يدوا مصروف البيت للأب اللي هو رب الأسرة الكبيرة، وهو اللي بيصرف على البيت كله، بالأطفال من أكل وملبس وكسوة الأعياد وحاجات كثيرة خاصة به، فهو المتولي بالكلام ده. فمن هنا بيبقى المشاكل يعني تحل جزء كبير منها، لأن غالبية المشاكل
يعني مشاكل مادية، بالإضافة على أن في مشكلة خطيرة جدا يمكن ما حدش ينتبه لها، وهي اللي بتكون سبب في الانفصال والطلاق. الأفلام الموجودة حاليا اللي بتتعرض أو التمثيليات بيبين لك العريس على أنه عايش في فيلا والنهار كله طالع نازل ببدلة وعربية وبياخد مراته اللي هو تزوجها فسح وعشاء بالليل، والطموحات المادية اللي غير واقعية فالبنت يعني محدودة. الزواج حيكون كده لأن هي ما بتطلعش من زي الراجل، الراجل بيطلع ومفتوح قدامه المجال، البنت قاعدة في البيت أقصى حد لو إنها راحت للوظيفة، ولو راحت لأي مكان بتطلع بإذن وبتستأذن. فهي شايفة إن الدنيا وعريس المستقبل هو ده، فلما بتجي تفاجأ بالعريس اللي هو الموجود بتحس بنوع من الإحباط وإن هي كانت عايشة في غير الواقع، فبيحصل دائما المشاكل والانفصال. الاحتفالات بقى الخاصة بالزواج استاذ محمود يمكن الحاجات المهمة، وكان بيبقى فيه احتفاليات كتيرة منهم مثلا ليلة الحنة او ليلة الدخلة، وبيبقى فيها مصاحب بعض الطقوس الخاصة في هذه الليلتين. لو نشرح كده الاحتفالات اللي كانت بتكون خاصة بالزواج في العصر قبل ليلة الحنة، بيبقى في حاجة اسمها ان هم في المعتقد الشعبي يعني، وطبعا ده ما لناش دعوه اذا كنا احنا مؤمنين بيه ولا مش مؤمنين، احنا بنقول واقع كان موجود. بيروح العريس او ام العروسه بيروح لحد اسمه المنجم، المنجم ده بيروح يشوف له نجم الشخصه اللي هو هياخدها، او العكس ام العروسه بتروح تاخد شيء من ريحه العريس او اسمه واسم امه عند الرجل المنجم ده عشان يشوفه. والمنجم ده بيبقى مقسم الناس دي الى ابراج هوائي ومائي وترابي وناري، فمن هنا بيشوف التوافق هل هيكون بينهم والزواج بيحصل كان. ولو قال لهم المنجم ده ان الزواجه يعني مش هتكون موفقه خلاص بيترفض، شوف لدرجة انها بتأثر على قبول ورفض العريس. فبعد التنجيم ده بيبتدي بقى الكلام في التفاصيل. بعد كده حصلت الموافقة واتكلموا على التفاصيل وايه اللي حيجاب وايه اللي مش رح يجاب. هيبقى بعد كده ليلة الحنة. ليلة الحنة بيبقى في ليلة للعريس وليلة للعروسة. بالنسبة للعريس بيجيب مزمار بلدي رجل منشد، وبيبقى معاه رجل بتاع الزمارة ونقلة النفق والطبلة الكبيرة اللي احنا بنشوفها دي، وبتبقى ليلة فيها عشاء وبيدعو هو أصحابه وجيرانه وكلام زي كده. وبيبقى فيها حاجة اسمها النقطة، النقطة دي مبلغ بيبقى مادي، وبيبقى أحيانا النقطة حاجة عينية يعني ممكن يجيبوا له سمنة ورز وزيت وسكر مواد تمنية وطيور أو زبيحة من الهدايا. النقطة اللي هي المادية اللي بتتكتب بقى في الورق دي، فلان جاب كذا أو بتاع، بيبقوا كاتبين كل واحد النقطة اللي جابها. أيوة النقطة المادية بتبقى مكتوبة وبيسجل للعريس، مع انه يعني هو في المفترض يعني ان هي الشخص اللي بيدفع هو مش منتظر ردها، هو بيديها كشيء من الاعانه لي تكافل الاجتماعي، لكن هو حفاظا عن حقوق الناس دي بيسجلها عشان يردها ويردها باكثر. الشخص الثاني عنده مناسبه ويردها اكثر كمان منها، لازم بيكون الرد اكثر من بيكون الرد اكثر. الرد بيبقى اكتر لاسباب كثيره، مستمر عشان يبقى فلان ليف عند فلان يبقى فلان يرد وهكذا، يبقى الموضوع مستمر. دي حاجه الموضوع يبقى مستمر، وعشان كمان القيمه الماديه بتقل مع مرور الوقت، فهو بيحاول ان هو يعوض الحاجه دي بالنسبه للعريس. بالنسبه للعروسه كمان بيبقى ليله الحنه بتاعتها،
بالنسبة لفترة الخمسينيات بيبقى في البيت اللي هو البلدي بتاع الناس أصحاب العروسة، وما فيش كهرباء، فبيبقى في حاجة اسمها الكلوبات على الجنبين، بيحطوا كلوبات واللمبة النمرة 10، وبتلبس العروسة لبس من الستان، كان زمان يستخدموا لبس العروسة من الستان ويحطوها على دكة، خياطة من أهل البلد، خياطة من أهل البلد وبيتحط الدكة في البيت، وفوق الدكة ثلاث كراسي، كرسي في النص بتوقع عليه العروسة، وعلى الجنبين بتبقى الوصيفات، بحيث انه الوصيفات لازم يكونوا اقل منها في الجمال، ما يكونوش فارقين عنها واحنا منها او حاجة زي كده. وبتبقى حضرة النساء، وبيبقى في بتتعمل الحنة. الوصيفات دول بيكونوا مرشحات للزواج مثلا، او يعني بنات في العيلة ليهم عليهم الدور مثلا في الجواز؟ هو يا اما هم حد من قرايبها، بس هو الشرط الاساسي انه ما يكونش احلى مني عشان ايه هي تظهر تبقى اكثر واحد احلى واحد. بعد كده بيكون اتعملت الحنه ومحطوط فيها الشمع برضه، وبيحنوا العروسه والوصيفات واهل العروسه من النساء، كل الحاضرين متهيألي حاضرين، كل الحاضرين من وبكون البيت في الوقت ده هم مجهزينه ومجيرينه ومبيضينه، والشباب بيروح يكتب بالحنة أسماءه وألف مبروك للعروسين، ولازم يكتب اسمه ويمضي من تحت هو عشان يتعرف أنه حضر وكان موجود وبارك لهم وحاجة زي كده. وبيتوزع الشربات، زمان كان فيه الشربات، وكان الهدايا برضو من ضمن الناس اللي هي راحة جامل بياخدوا لهم جزاء الشربات للمجاملة، بالإضافة إلى هدايا عينية أخرى. يعني بعد ما بيتم الزواج بيبقى في حاجة اسمها المشاهرة، المرأة أو العروسة لو تأخرت عن الحمل يقول لك دي تشاهرت. المشاهرة دي كمان ليها طريقة عشان يفكوها بها حسب المعتقد الموجود. الطرق اللي هي بتتفك بها المشاهرة، يعني إذا كان في حد مثلا توفى جديد تخش عليه، بيقولوا عليها تكبس عليه، تخش عليه المرأة دي قبل ما يتم تغسيله، أو لو تم تغسيله وما حصلوش في بعض النساء يروحوا يقوموا يحتفظوا بالليفة اللي حموا بها أو غسلوا بها الميت، يدوها للعروسة تستحمى بها. في وسائل تانية لفك الربط ان هم ياخدوها تمر تعدي مثلا النيل، او تروح تبص في قبر مهجور، وفي البعض بيصل بهم الامر على انه ينوموها في القبر المهجور. نوع من القسوة الشديدة، نوع من القسوة الشديدة. والمرأة في حالة تأخرها عن الحمل لو قالوا لها حنقطع لك رقبتك ونخيطها لك تاني عشان يحصل الحمل حتوافق. سبحان الله، غريزة الأمومة موجودة في المرأة بطريقة رهيبة. ده بالنسبة للناجي، بقى خلاص خلص موضوع الربط وتعالج منه الرجل، وخلصت منه المشاهرة وتعالجت منه، حصل بقى الحمل والولادة. الولادة لها طقوس، اللي كانت بتولد هي الداية، والداية لها طبلية معينة. الطبلية بتاعت الداية هي شبيهة بالطبلية العادية، بس مجورة حرف يو من نصها كده، تتجور حرف يو، دي طبلية الداية. بتجاب الداية في أي وقت إن شاء الله، لو في نص الليل حد يروح ويجيب الداية. بالنسبة للمولود، بمجرد ما بيتولد والمرأة قعدت في أوضتها، بيمنعوا إن أي حد يخش عليها بوجهه فترة النهار، يعني عشان يكون جاي من برا لازم يديها ظهره وهي تطلع عليه عشان ما يحصلش عندها مشاعرة. وبيحذروا كمان شديد التحذير على الرجل أو المرأة اللي هي برا شافت
جنازة شافت دم عدت على شريط سكة حديد جاية جاية من أماكن تجمعات حاجة كده إنها ما تخشش على الشخصة اللي هي وضعت. لما بتحط الأكل للشخصة اللي هي والدة لو جات دخلت قطة عندها وبالذات القطة السوداء بيمنعوا من إنها هي من إنها تضربها، لأنه في المعتقد يقول لك ده ممكن يكون من الجان أو من الناس اللي تحت، فبيدوها شيء من مأكولات الشخصة يرموها لها وتأكلها. بالنسبة لما تجي تتلافى ابنها تحركه من مكان لمكان تروح تقول له بسم الله على أختك قبل منك اللي هي أخته مين، بيعتبروا أن القرينة بتاعت المرأة بتخلف بنت إذا كانت المرأة خلفت ولد، وإذا كانت المرأة خلفت بنت القرينة تخلف العكس. بتتقي شرها يعني، بتتقي شرها فتذكرها كنوع من المجاملة قبل منها عشان تأمن وتدرع الشر عن الوليد بتاعها. معتقدات جميلة أستاذ محمود، ويمكن الحاجات دي يعني فعلا بدأت تنقرض وخلاص كده، ممكن نقول إن هي في أواخر عهدها خلاص. هي في أواخر عهدها. التطور التكنولوجي وطبعا النمو التفكير عند الناس بدأ إن هي تطرد كل هذه الأفكار اللي ممكن تبقى فيها مختلطة فيها حاجات كثيرة يعني مش منطقية، فبدأت يعني نستعيد بهذه الموروثات بحاجات مختلفة تماما. طبعا الوقت الحالي ابتدى يعني بس مش للدرجة، يعني مثلا تلاقي حتى لو المرأة متعلمة تعليم عالي تلاقيها بنت تعمل نفس الطقوس إلا إذا كانت عايشة في الحضر والمتمدن شوية يعني، لكن في الوقت الحالي لسه ما زالت متمسكة بأنها هي تروح تعلق سمرة باذنجانة على مدخل الأوضة بتاعتها وهكذا. والجدات هم اللي بيأكدوا على هذا الموروث حتى لو كانت البنت مش عايزه تعمله، بيأكدوا عليها ان هي لازم تعمل بعد كده الطفل بيبقى فيه لي حاجه اسمها المهد بتاع الطفل واغاني المهد. اغاني المهد بيغنوا له ويبتدي الطفل يسمع صوت امه، هو في الأول يعني في قبل سن 40 يوم بيعرف أمه من خلال الرائحة، يبقى شم ريحتها وقد تعود على ريحتها وهو عارف. لو أي حد غريب مش بيبقى مش متقبل ريحته بيبكي، لكن عندما جات له أمه خلاص يعرفها من الريحة. بعد سن 40 بتبتدي الرؤية عنده، تبتدي الأشكال اللي كانت متداخلة تبتدي تظهر، يميز صورة الوجه ويبتدي يميز الأصوات ويعرف صوت مين وصوت مين. فالأم والجدة بيبتدي يغنوا له أغاني المهد أو أغاني الطفولة الأولى لحد ما الطفل بيوصل مثلا لسن سنة. سن سنة برضو ليه أغاني اللي هي بتتقال له. بعد سن السنة ويبتدي حيخش على لأنه يحبي، يبتدي بقى هم ينادوا له حبة حبة، وحبة يعني من الحبوب اللي هو في اللغة القبطية واللغة الهيروغليفي القديمة اللي هي يعني ثعبان، فهو ماشي زي شكل الثعبان بيسحب. فمن هنا جاءت المسميات القديمة بتاعت حبة حبة. يعني دي حاجات كمان موروثات من أيام الفراعنة. من أيام الفراعنة وعاداتنا وتقاليدنا اللي احنا بنعملها في الوقت الحالي هي متاخدة من الفراعنة. يعني مثلا من ضمن المعتقد الشعبي يقول لك ما تقصش ضوافرك وقت المغارب، أو ما تفتحش بمعنى أصح المقص وقت المغارب عشان ده بيجيب النكد. طيب ثبت في العلم انه ال نوع من الفيتامين البروتين، نوع من البروتينات بتبقى الكالسيوم بيبقى موجود في الفتره المسائيه
في الأطراف بتاعت الجسم، أطراف الإيدين وأطراف الأقدام. فلما أنت بتقص ضوافرك ساعة المغرب فقدت جزء من الكالسيوم بتاعك، فالمعتقد بيبقى ليه مدلول قديم كان من أيام الفراعنة، لكن تطور الكلام هنا إلى شيء من الخرافات. يعني أستاذ محمود، ممكن نرد كل حاجة إلى العصر الفرعوني والعصر القديم والعصر الموجود؟ يعني لو بدأنا نرد كل حاجة، كل حاجة هترجع للفراعنة. طبعا حتى اللغة اللي احنا بنتكلمها، بعض منها من اللغات اللي هي موجودة وصولها هيروغليفي أو قبطي. شكرا جدا أستاذ محمود، ونتمنى إن شاء الله نحافظ كلنا على تراثنا ويكون التراث ده موجود دائما بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. اللوحات رسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم في حلقة جديدة من موزايك.